التمرين رقم 5 من سلسلة تمارين التحولات الكيميائية التي تحدث في الحياة. معطيات التمرين كتقول محلول S لحمض البروبان ويك ده استغادله هي C2H5 ده حمض البروبان ويك. تركيز المولي من المدى المستعمل هو السايك يساوي لنا 1 × 10³ مول لتر معزل، وله بي اش كيساوي 3.90. اولا اكتب المعادله الكيميائيه لتفاعل حمض البروبان ويك مع الماء. اذا السؤال الاول سهل. اذا اولا معادله تفاعل حمض البروبان ويك مع الماء، اذا شفنا معادله التفاعل شو قلت؟ كناخذ الحمض C2H5COOH زائد ماء H2O أسهم. قلنا هذا الحمض كنحيدو له H، إذا نحيدو هذا H هذه غتبقى فيه C2H5OCOO وكندير له مو لأن مشات له نحيدو له H بلس، هذا H بلس غنعطيو له H2O يولي H3O بلس. شوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني قال احسب نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل، هل هو كلي يعني التفاعل؟ السؤال الثاني حساب طو. إذا شنو العلاقة ديال طو؟ كنطلقوا بالعلاقة اللي عندنا في الدرس، طو كتساوي إكس هنا على إكس ماكس، نعلم أن طو كتساوي إكس هنا على إكس ماكس. إذا قلت إكس ماكس عندها علاقة بالمتفاعل المحيط، وإكس هنا بنوجدو الوسطي، إذا لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل واخا ما يطلبوهاش، اذا انت احتاجت اكس فينا في كتلقاها كتلقاها في الجدول الوصفي. غادي نوجد الجدول الوصفي ديالنا هنا، هنا معادلة التفاعل، هنا حالة التحول، هنا التقدم، هنا كميات المادة بالمول، هنا حالة بدئية، حالة وسطى، حالة نهائية، صفر إكس إكس فينال. إذا كتبوا المعادلة ديال التفاعل ديالنا هنا C2H5COOH زائد H2O كيعطينا C2H5COO زائد H3O بلس. إذا كان قسم مع الزائد كنقسم مع السالب كما قلت جوج مرات وكنقسم مع الزائد. إذا الماء كنديرو له وافر لأن المحل هي محاليل مائية، وتسمى كنكملو الماء ديال الجدول. هنا هنا إن إي، هنا صفر صفر إكس 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 فينال إكس فينال، إذا هنا إن إي ناقص إكس، إن إي ناقص إكس فينال. إذا الآن نجدو الوصفي، نمشيو الآن كنشوف هذا التمرين خدامين بالمواصلة بالموصلة ولا بالبي اش، خدامين بالبي اش. إذا خدام بالبي اش نسلطو الأضواء على H3O بلس، صافي. إذا إكس بي اش كتمثل بالنسبة H3O بلس، كتمثل هي كمية المادة ديالو في الحالة النهائية. إذا من خلال الجدول الوصفي لدينا إكس فينال كتساوي لنا إن فينال H3O بلس، وإن فينال هي كمية المادة، هي التركيز H3O بلس فينال في V. التركيز H3O بلس هو 10 ناقص بي اش V، إذا إكس فينال حددناه. و شكون هو المتفاعل الوحيد؟ عندي الماء وافر، إذا هذا هو الوحيد. إذا و بما أن C2H5COOH هو الوحيد، فإن X ماكس شغتساوي لنا كمية المادة البيئية ديالو إن إي ديال C2H5COOH مقسومة على المعامل اللي هنا هو 1. إذا كتساوي لنا كنشوف المعطيات اللي عندي الكمية على حمض الإطار ويك وعلى حمض البروبان ويك، عاطيني التركيز والحجم. إذا هذوك كمية المادة البيئية كنت كنحس عليها في المعطيات، إذا هي C V هذه X ماكس هي C V، أطلب النتيجة.
إذن طو شنو غادي تصبح؟ طو غتصبح هي 10 ناقص بي اش في على سي في، إذن هي 10 ناقص بي اش على سي. إذن طو غتصبح هي 10 ناقص بي اش هي 10 ناقص 3.90 على سي، شحال هي؟ 1 10 ناقص 3. إذن طو غتبقى كتساوي القيمة 0.12. إذا القيمة هذه مقارنة مع واحد هي صغيرة، إذا طو أصغر من واحد، إذا التحول محدود أي غير كلي. السؤال الثالث الآخر، بواسطة عملية التخفيف للمحلول S، إذا داروا خلال محلول S داروا عملية تخفيف، نحصل على محلول مخفف S بريم لحمض البروبانويك، تركيزه من المدار المستعمل هو سي بريم، كتساوي لنا 1.4 على سي بريم كتساوي نسخه هنا 3. طبعا لنا سي بريم كتساوي لنا 1.4 مول 3 مول زائد، هذا المحلول هذا مخفف 10 مرات مقارنه مع المحلول الأول. إذا بالنسبة للتقدم النهائي طو القوة كتساوي 0.40، هذا طو بريم سميه. حنا في هذا عدد المحلول درسنا شفنا بأن طو توصلنا هي 0.12. قال في أي منحة سيتطور التفاعل خلال عملية التخفيف؟ في أي منحة تطور التفاعل خلال عملية التخفيف؟ واش في المنحة المباشرة يعني منحة واحد، ولا في المنحة غير المباشرة منحة اثنان؟ ده هنا كنبنيو على طو، طو قبل تخفيف، طو كانت كتساوي لنا 0.12، بعد تخفيف، إذا طو شحال صبحات؟ 0.40، ده هنا نسبة التقدم النهائي شنو قال لها زادت ولا نقصات؟ إذا طو، إذا التخفيف أدى إلى ارتفاع قيمة طو، إلى ارتفاع قيمة طو، شكون قيمة طو ارتفعت؟ يعني بطريقة واحدة أخرى اقتربت أكثر من القيمة واحد، إذا يمكن التحول يوصل عن القيمة واحد، شنو يبقى للحمض؟ غيتفك كله، يمكن طو كتساوي واحد، يعني التحول الكلي، يعني المتفاعل الوحيد شنو هو؟ غيختفي. شنو هو المتفاعل الوحيد؟ هو حمض البروبانويك، يعني غادي يختفي كله، الحمض غيتفك كامل. الآن ما وصلناش للواحد، ولكن قربنا لها، هذا شكي يعني؟ واش الحمض زاد تفكك ولا ما تفككش؟ بمعنى القيمة ديال الطو قربت للواحد، هذا كيعني بأن الحمض زاد التفكك ديالو. إذا باش يزيد التفكك ديال الحمض، إذا خص التحول يمشي في الملحة المباشر. إذا الآن التخفيف أدى إلى ارتفاع قيمة الطو، أي اقتربت أكثر من القيمة واحد، وهذا يعني وهذا يعني أن الحمض تفكك أكثر، وبالتالي فالتحول تطور في المنحة المباشر. هذا السؤال اللي من بعد 3 جوج قالك احسب بي اش محلول اسبرين. هذا السؤال غادي نحسبو بي اش ديال محلول اسبرين. السؤال 4 حساب بي اش بريم للمحلول اسبرين. اذا توصلنا في السؤال الثاني، توصلنا في السؤال الثاني الى ان طو كتساوي لنا 10 ناقص بي اش على سي، هذه توصلنا. إذا يمكن أن نكتب بأن طو بريم كتساوي لنا 10 ناقص بي اش بريم بمحلول جديد على التركيز بمحلول جديد. إذا 10 ناقص بي اش بريم كتساوي لنا سي بريم في طو بريم، صافي. إذا باش نطيرو 10 ناقص بي اش كندخلو ناقص اللوب،
بالعكس هذه كندخلوا ناقص اللوغ الى هذا الشيء اذا نبقى دي بي اش بريم كيسمى ناقص اللوغ ديال هذا الجذع سي بريم فو بريم ده كيسمى ناقص اللوغ سي بريم شحال هي هي 10 ناقص 4 1 10 ناقص 4 هي 10 ناقص 4 فو بريم هي 0.40 اذا غتلقاو النتيجه هي 4.40 ديال القيمة ديال pH بمحلول جاد وبالنسبة للتطبيقات العادية تأكدوا منهم لأن نسبة الخطأ واردة.